توقيف التلميذات المشرمالات والاستماع إليهن يكشف عن معطيات خطيرة. كشفت مصادر متطابقة أنه تم توقيف التلميذات اللواتي ظهرنا في شريط فيديو ويتلفظن بكلام نابي، ويتعلق الأمر بست تلميذات يدرسن بتنوية النخيل ببلفاع بإقليم شتوكا أي تباها غواحي أكادير، وتم إخضاع الفتيات الموقوفات لتدابير المراقبة بالمركز القضائي ببيوغرا بأمر من النيابة العامة المختصة، حيث تم الاستماع إليهم لمعرفة دواعي تسجيل الفيديو وهن يحملن السيوف. وفجرت التحقيقات مفاجأة من العيار الثقيل بعدما تبين أن الفيديو مجرد رسالة تهديدية أرسلناها تلميذات إلى فتيات أخرى من ماسة، وهن كذلك صورنا شريط فيديو بنفس الطريقة في وقت سابق، وهو ما جعل لفتح تحقيق جديد لتحديد هويات فتاة ماسة من أجل توقيفهن.